زهرة زروقي فنانة تشكيلية وباحثة متحصلة على الماجستير من مركز الأبحاث لتاريخ الفن والثقافة في إسطنبول. البدايات كانت مع الخط العربي، قريت الخط العربي في المركز الوطني لفنون الخط العربي في تونس، وقريت زادة الفنون التشكيلية في المدرسة الإيطالية في تونس. والفنون هذوما زوز هزوني لفن الإيبرو. فن الإيبرو بما يعرف فن الرسم فوق الماء هو فن قديم جدا، له أصول صوفية، وأيضا هو من جذور آسيوية، من أصوله من الصين، وانتقل الفن هذا من الصين عبر طريق الحرير إلى إيران، ثم من إيران إلى إسطنبول، واستقر في تركيا تحديدا. وكان الفن هذا يعتنى من طرف البلاد العثماني، خاصة السلطان سليمان كان يمارس هذا الفن، وكان هذا الفن أيضا متوارث من سلطان إلى أمير. للأسباب هذه ربما فن الإبر لم ينتشر في العالم العربي أو حتى في إفريقيا، وجدت فترة اندثر كليا بعد سقوط الدولة العثمانية. لكن في فترة ما في أوائل السبعينات بعض الفنانين اختصوا أنهم يعملوا إعادة إحياء تاريخ الفن هذا في تركيا. الفترة الحسينية اللي يعني شهدتها تونس، الفترة التاريخية هذية، في الأرشيف الوطني للدولة التونسية عنا بعض المخطوطات اللي الأرضية متاحة بفن الإيبرو. لكن حتى واحد ما حكى عليه، يعني أكثر الناس كان توجهها خط عربي، فالأبحاث كانت الأكثرية وصلت على الخط العربي، وتم نسيان الأرضية التزويقية لهذا الفن. يدرس هذا الفن فقط في تركيا أو في جامعة في أمريكا، فكان الأنسب لي أنا أني نمشي نقرأ في تركيا، خاطر تركيا هي البلاد الأم لهذا الفن. أنا قبلها يعني كنت نمارس في الفن بشكل عام، وكانت عندي مشاركات وطنية وكانت عندي مشاركات دولية زادا في إطار فن الإبرو، خاطر من 2010 أنا بدأت خطوتي معه. فخطوتي مع فن الإبرو كانت بداية من تونس، لكن إسطنبول كانت أكاديميا. علاقتي به ولات علاقة صوفية فلسفية، خاطر هو فن صوفي بالأساس، وعنده علاقة كبيرة بالحضارة الشرقية العربية الإسلامية، عنده علاقة كبيرة بفن الزخرفة، عنده علاقة بالخط العربي، عنده علاقة بالعمارة أيضا. فالفن هذا كوني الروح متاعي بالأحرى، هي يعني زهرة أخرى. توجهاتي ولات صوفية أكثر. ساعات يسألوني شبيك تصور برشا ورد مثلا، مش يعني مش من اختياري، هو فن مقنن، عنده قواعد، عنده أسلوب، وأسلوبه هو يعني كل ما هو مشتق من الطبيعة يرسم أيضا. لكن هذا ما يمنعش اللي نحن نجمو نشكلوا أشكال خارجة على القاعدة.
الخط العربي هو توأم روح فن الإيبرو، لأنه في القديم كان يستعمل كأرضية للخط العربي، وكان يستعمل أيضا للرسائل البلاط العثماني. باللغة التركية هو الفن المرمري المشتق من الرخام، يعني عنده اللمسة الرخامية. والأشكال الرخامية هي تنجم تلقاها في المساجد، العمارة الشرقية، في ديارنا القديمة العتيقة. فن الإبرو عنده أدوات خاصة وخاصة جدا، وعنده ألوان وزاد الخاصة. عنده الفرش متاعه اللي هي من شعر الحصان ومن عود الورد، وعن الألوان متاعه اللي هي ألوان ترابية أيضا مشتقة من الطبيعة اللي يجيبوها من الهند أغلب حاجة. وعن الحوض يكون عمقه ما بين 5 سنتيمترات و7 سنتيمترات، وعن الإبر متاعه بأحجام مختلفة لتكون من الحجم الغليظ إلى الحجم الرقيق. وعنا الأوراق اللي باش يتم عليها الطبع اللي رسمناه، معناتها الأوراق هي تكون عندها قدرة كبيرة على الامتصاص. الفن بشكل عام هو لحظة مخاض، يعني ما قبل الممارسة الفنية فما عدة طقوس هي اللي تخول لك باش تهيئك انك تصور ولا تعزف ولا تمارس اي حاجة.